مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. مهرجان العالمين، اولمبياد باريس وانجازات مصريه، فيديو مرعب من البرازيل، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. قدر مهرجان العالمين انه يتصدر الترند بعدد كبير من الفعاليات في الويكند اللي فات. في البدايه كانت مع كريم عبد العزيز ونيلي كريم بمسرحيه السندباد، واللي شهدت حضور ضخم جدا طوال ايام العرض. والمسرحيه قصه عمر ابو الهول، واللي بيلاقي قلاده سحريه بيستخدمها انه يرجع لزمن السندباد عشان يعيش حياه المغامره والبطولات. وطبعا اتصدر حفل الهضبه عمرو دياب الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء في مصر او الوطن العربي، ونشر محبي عمرو دياب كتير من الفيديوهات اللي صوروها من الحفله واللي حققت تفاعل كبير جدا مع الجمهور، وخصوصا الفيديوهات اللي بتظهر تفاعل الحضور مع اغاني عمرو دياب. وشفنا تفاعل كبير كمان مع الفيديوهات اللي ظهر فيها اولاد عمرو دياب وهم عبد الله وكنزي وجنى واللي كانوا حاضرين الحفله. وطبعا بنفكركم ان الويكند ده فيه كتير من الفعاليات المهمه جدا، ومنها مسرحيه التلفزيون بطوله حسن الرداد وايمي سمير غانم، بالاضافه لحفلات حمزه نمره وسعاد ماسي وفرقه مسار اجباري. اتصدر اسم اولاد مصر اللي رفعوا اسمها في الاولمبياد الترند محليا وعالميا، وده بعد ما هم قدروا انهم يحققوا ثلاث ميداليات مهمه جدا لمصر. وطبعا كان اسم البطل احمد الجندي في المقدمه، وده بعد ما هو قدر انه يحقق ميداليه ذهبيه غاليه جدا لمصر في منافسات الخماسي الحديث بعدد نقاط 1555 عشان يكسر الرقم القياسي العالمي واللي كان بعدد 1551 نقطه. وطبعا كان في ساره سمير واللي قدرت انها تحقق فضيه رفع الاثقال، وكان من اللقطات اللي اتصدرت الترند بكاء ساره بسبب عدم قدرتها على تحقيق الميداليه الذهبيه، وكمان فيديو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو بيحتفل بفوز ساره وتشجيعه ليها. وكعادة الرئيس السيسي وحرصه على دعم وتشجيع الرياضيين، قام بتوجيه التهنئة للأبطال من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية وقال فيه: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم اسم مصر عاليا. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف، إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر اللي تعتبر مصدر فخر لوطننا الغالي. وبعيدا عن الرياضه ومهرجان العالمين، كان في فيديو مهم اتصدر الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقه انه الفيديو ده اقل ما يمكن ان احنا نوصفه بيه انه فيديو مرعب. والفيديو كان بيصور لحظه سقوط طياره عليها 62 شخص في منطقه سكنيه بمدينه ساو باولو البرازيليه، واظهر الفيديو مشاهد للطياره وهي بتلف حوالين نفسها في الجو قبل لحظات قليله جدا من سقوطها. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. قدر مهرجان العالمين السنة دي انه يحقق حالة من التفاعل الكبير بين الجمهور، وده بسبب نجاح الفعاليات الفنية اللي اهتم بيها المهرجان واللي شارك فيها اكبر النجوم في مصر وكمان الوطن العربي. وبما اننا خلاص داخلين على الويكند واللي هيكون فيه كتير جدا من الفعاليات الفنية المهمة، هيكون معانا دلوقتي على زوم الناقد الفني مصطفى الكيلاني عشان نعرف منه اكتر عن الموضوع. ازاي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. في البداية عايزين الحمد لله في البداية عايزين نعرف من حضرتك ازاي شايف الاقبال على مهرجان العالمين السنة دي؟ الاقبال كبير جدا طبعا. احنا شفنا مع كل ويك اند بيكون في عدد كبير من الحضور، خاصة من الضيوف العرب اللي موجودين جوه المهرجان وعاملين
زحمه شديده بصراحه في الساحل الشمالي كله مع ضيوف المهرجان من المصريين وكمان من الاجانب. حفله عمرو دياب كانت عامله صدى كبير قوي في كل الوطن العربي، زحام شديد جدا لدرجه الناس ما كانتش عارفه تدخل او تخرج من المكان. والنتيجه انه احنا بقى عندنا مكان هاب كبير قوي للسياحه في المنطقه، منطقه الساحل الشمالي، ويقال انه اكبر هاب في جنوب المتوسط الان هي العلمين الجديده وما جاورها، لانه العلمين في الاخر مش هتبقى لوحدها، العلمين هي قطعه الكريز اللي فوق التورته اللي هي واخده من كل منطقه الساحل الشمالي لحد ما بعد ما تروح لحد الحدود الغربية. المنطقة دي كلها داخلة تنمية كبيرة قوي بما فيها الجزء الساحلي والجزء الخلفي دي اللي هي فيها الدلتا الجديدة، وفيها حاجات كتير قوي في المنطقة دي بيتم تنميتها وتحضيرها علشان تكون مقصد سياحي عالمي. طيب حابين برضو نعرف من خلال حضرتك فعاليات الأسبوع ده. فعاليات الأسبوع ده في فعاليات كتير بتتم لوزارة الثقافة كل يوم، ما بين حفلات وما بين فرق للفنون الشعبية وما بين فرق فرق الموسيقى الخاصة بوزارة الثقافة، ما بين فعاليات كتير رياضية ما زالت شغالة. طبعا مهرجان نبتة هيبدأ، ومهرجان مهم هيبدأ يوم 15 أغسطس. المهرجان فيه فعاليات كتير قوي للأطفال حضرها الفنان أحمد أمين اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا في مجال التعامل مع الأطفال، كان رئيس تحرير مجلة خاصة بالأطفال لحوالي 12 أو 13 سنة، اشتغل كتير في المجال ده في مجال كتابة الأطفال، ده غير أصلا اشتغاله كمان بالمسرح من طفولته، فهو عنده كم خبرات كبيرة جدا في المنطقة دي يقدر يعمل فعاليات متنوعة للطفل. ده أهم فعالية هتحصل في الويك إند اللي جاي ده، وعلى ما أظن إنه مهرجان نبتة ده هيكون فيه عمل ومجهود ضخم جدا من ناس كتير جدا جدا في مجال الطفل ومجال الإبداع الخاص بالطفل. طيب من خلال متابعتك للناس على السوشيال ميديا، شايف إيه أكتر حاجات اتفاعل معاها الجمهور واهتموا بيها؟ أكتر حاجات اتفاعل معاها الجمهور طبعا الحفلات الموسيقية، وده طبيعي جدا لأنه الحفلات الموسيقية في عدد كبير جدا من النجوم، يعني طبعا بدين المهرجان بالكينج محمد منير بمدحت صالح، بعد كده اسامي كبيره جدا مش لازم يعني عشان الواحد بس ما ينساش، بس طبعا في كاظم الساهر، في ماجده رومي، اهم نجمين تامر حسني، عربيين عمرو دياب، على الساحه، طبعا اهم نجم عربي عمرو دياب، نجم تامر حسني بكل جمهور كبير جدا، اسامي مثلا حفله لنجمه عربيه زي ديانا حداد بتفكرنا بأغانيها الحلوة اللي كلنا حبيناها وبتحاول ترجع تاني للسوق الغناء من خلال السوق المصري اللي هو محدش يقدر يخرج براه، يعني السوق المصري هو أساس كل نجاح في الغناء والموسيقى، وأي نجم عربي عاوز يقدم نفسه لازم يقدم نفسه من خلال الجمهور المصري. ففي كم حفلات كتير جدا عشان الواحد بس ما ينساش كل ويك اند، في حفلات كتير في مسار اجباري وسعاد ميسي ودول كانوا حفله في يعني حمزة عندنا نمرة. كم حمزه نمره، طبعا في حفلات كتير جدا يعني في وفي نجوم كتير جدا وفي اسامي كتير جدا الواحد مش هيقدر ينسى، يعني وزاره الثقافه لوحدها عندها 160 فعاليه، صح، ده بنتكلم على وزارة واحدة من ضمن الوزارات يعني، فما بالك بقى بفعاليات المهرجان التانية، ولسه قاعدين مستنيين نشوف تفاصيل كتير وفعاليات كتير مهمة هتكون موجودة السنة دي لحد آخر الشهر ده. طيب آخر سؤال، إيه أكتر حاجة لفتت انتباهك شخصياً؟ أكتر حاجة لفتت انتباهي بصراحة هو التنظيم، تنظيم
وده اساس نجاح اي عمل ايا كان. في تنظيم جيد، تنظيم حديدي مظبوط. في مهرجان العالمين مع كل الزحام الشديد اللي موجود، مع كم الحفلات، مع كم الضيوف، في تنظيم، في فريق كامل قاعد متخصص في راحة كل الناس اللي موجودين. بعيدا عن انه في مسارح حلوة جدا، في صوت حلو جدا، وده صعب في ظل انه مدينة ساحلية وعلى شاطئ، مدينة مزدحمة، فطبيعي أجهزة الصوت لازم تكون، مش قصة إنها تكون غالية وكتيرة، لا، إنها تكون متوزعة بشكل جيد. فواضح إنه في مهندسين صوت تقال جدا جدا مصريين طبعا، أداروا تنظيم المسارح وتعديلها كمان الإضاءة وشكل المسرح وشكل الشاشات اللي ترتيبها بصراحة هايل. يعني ساعات كتير جدا في أزمة إحنا نعرفها، الناس بتشتغل في مهرجانات وبتعمل مهرجانات، إنه في حاجات بتكون لايقة على المسرح لكن مش لايقة للنقل التلفزيوني، والعكس صحيح. لكن إنك تعمل حاجة مسرح بصوت لايق على شكل المسرح، الجمهور اللي موجود معجب بيه جدا، وكمان في النقل التلفزيوني مبهر جدا. فالتفاصيل الكتيرة دي فعليا قادر يديرها فريق من المحترفين بقيادة طبعا الأستاذ عمرو الفقي والأستاذة أصفاء الخليلي، قادرين يعملوا شكل من التنظيم الجيد جدا لكل فريق العمل في مهرجان العالمين. وده نتيجة العمل الجيد احنا شايفينها قدامنا في كم الدعاية للمهرجان اللي معمولة في الصحف العربية، الدعاية اللي معمولة جوه مواقع أجنبية ومهمة، مش مواقع أجنبية وخلاص. وكم يعني سيبك من الدعاية في مصر، وده طبيعي، طبعا لكن لما يكون كل الصحف العربية بتتكلم عن مهرجان العالمين، الصحف الأجنبية بتتكلم عن مهرجان العالمين، ده هو المقياس والمعيار الحقيقي بالنسبة لي. لأن أنا بصراحة شديدة جدا أنا شايف إنه مسؤول المهرجان هم، المهرجان بيتعمل في مصر وجزء من جمهوره السوق المصري، الجمهور المصري بتاعنا، لكن هو باصص كمان إنه يبقى جاذب للسياحة الأجنبية طبعا والعربية، وكمان جزء من وسائل جذب الاستثمار في منطقة العالمين وما جاورها من ساحل الشمال. الناقد الفني مصطفى الكيلاني، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. شكرا لحضرتك، شكرا ليك. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا، استنونا. وده ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا، اللي مسرحيته اتصدرت السوشيال ميديا بعد عرضها 3 أيام في مهرجان العالمين الجديدة، وكمان بيستعد لتصوير فيلمه الجزء الثالث من الفيل الأزرق. تعالوا نبدأ من الانستجرام. بيتابع كريم عبد العزيز 4,300,000 متابع، وهو بيتابع 144 أكاونت، منهم الفنانة إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الوسط الفني، ونشر حوالي 117 صورة وفيديو. الأكاونت كله عبارة عن مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز لأفلامه، فلقينا إنه نشر أكتر من 100 صورة لأعماله، وآخرهم بوست عن مسرحيته السندباد. دايما هو حريص إنه ينعي كل النجوم اللي رحلوا، زي الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز، والمخرج وحيد حامد رحمهم الله. من الانستجرام نروح للفيسبوك. بيتابع كريم عبد العزيز 7 مليون فولور، وبيتابع 3 اكاونت بس، منهم بيتر ميمي. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب. صناعة المحتوى والبودكاست بقوا من أكتر الموضوعات المنتشرة على السوشيال ميديا، وبقينا نشوف ناس كتير بتحول المحتوى بتاعها للبودكاست، وناس تانية بتحاول تفهم وتتعلم صناعة المحتوى. ضيفتنا النهاردة متخصصة في إنها تقدم فيديوهات تعليمية في صناعة المحتوى، وتحديدا المحتوى الصوتي والبودكاست، وبالرغم من سنها الصغير إلا إنها بيتابعها أكتر من 500,000 شخص على السوشيال ميديا عشان يعرفوا منها معلومات عن صناعة المحتوى الصوتي.
وطبعا كل ده بالإضافة إنها الصوت الرسمي لواحد من المواقع الشهيرة في مصر. مشرفنا النهاردة صانعة المحتوى آية نصر. ازيك يا آية؟ ازيك يا ريم؟ عاملة الاخبار ايه؟ كله زي الفل. مبسوطة إن انتي معايا النهاردة. انا اكتر والله جدا. طيب أنا في البداية عايزة أعرف منك، انتي ازاي ابتديتي موضوع الفويس أوفر؟ ممكن اقول لك زي بقى النجوم ما بيقولوا ياه. أنا عايزة أسمع القصة كلها، أنا قاعدة معاكي النهاردة عشان أسمع القصة هقول لك كلها. بدات ازاي. بصي، هو الموضوع بدا زمان قوي. انا كنت بحب اسمع الراديو قوي وانا صغيره، والراديو ده حاجه اساسيه عندنا في البيت. فكنت بحب برنامج معين في الراديو، طبعا كلنا عارفينه، احمد يونس، كنت بحب اسمعه قوي. فالاعلانات بقى والصوت والكلام ده كنت يعني مهووسه بيها. ففي يوم من الايام انا من وانا صغيره صوتي غريب شويه، البنات صوتها رفيع رقيق كده يعني، فكان بيبقى في تنمر عليا شديد جدا، اللي هو صوتك غريب، صوتك شبه الولاد، تخين كده يعني. فقلت اكيد هيحصل حاجه، انا من وانا صغيره في الاذاعه المدرسيه اساسا. اوكي. فكنت بسمع الاعلانات على الراديو، قلت اجرب اقلد. لقيت نفسي وانا بقلد حاسه اني انفع، يعني حبيت نفسي، اللي هو ايه ده، ما انا ممكن يجي مني. فحاولت مره في الثانيه في الثالثه وقلت انا لازم اعمل حاجه. بدأت من هنا مع نفسي تماما من غير أي حاجة، بالموبايل أشوف إعلانات على التلفزيون، أفرغها أكتبها وأسجل مع نفسي جوه الدولاب. أنا اخترعت الموضوع ده من نفسي، اللي هو أنا عايزة الصوت يبقى مكتوم كده مظبوط. أيوة، عاملة لنفسك أوضة مع نفسك جوه الدولاب. أنا بخش كده كاتم صوت جوه الدولاب وأحط الموبايل وأحفظ الكلام وأقوله، واشوف بقى مزيكا تبقى ماشيه مع الموضوع وانزل على السوشيال ميديا. ومن هنا بدأت. انت كمان عملتي مونتاج؟ كل حاجه. كل حاجه اتعلمتها مع نفسي. اوكي. احاول مره في اتنين، مره تظبط، مره لا، لحد ما احس انها تمام، مسموعه حلو، اوكي. حبيت بقى ان انا عايزه اعمل برنامج راديو، لان انا في الاساس اصلا مذيعه راديو. فانا عايزه اعمل برنامج راديو، اعمل ايه؟ فكرت انا وماما ان احنا نعمل حاجه مع نفسنا. كنت لسه ما اعرفش ان في حاجه اسمها اونلاين راديوز ولا الكلام ده. كان عندك خالص. كم سنه وقتها؟ كان عندي 15 سنه 16 سنه. بيبي فعلا. في البدايه خالص كنت في ثانوي، يعني انا عايزه ابدا، انا عايزه اعمل اي حاجه. فعملت حاجه اسمها راديو فيس. ليه راديو فيس؟ عشان على فيسبوك برنامج كل حاجه، كنت بطلع لايف واقفل الكاميرا، كان وقتها ما فيش لسه لايف صوتي ولا الكلام ده خالص، واكتب الحلقه فقرات وكل حاجه. انا وما طلعنا فقرات وعملنا كل حاجه، اللابتوب جنبي عامله عليه مكتبه اغاني كتير وكل الكلام ده، وبطلع وبتكلم مع الناس، وفي تليفون صغير عامله له شريحه معينه علشان الناس تتصل عليا، ده تليفون البرنامج. أوكي. والبرنامج كان بيطلع ترند على تويتر وكان معروف قوي وقتها. ومن هنا بقى بدات، ده اللي دربني اني اعرف اتكلم والناس مش شايفاني، او اعرف اتكلم مع الناس، ازاي اخد تليفون، ازاي اطلع فاصل، ازاي اشغل اغنيه، ازاي اتكلم في فقره كنت بعد وبعمل المزيكا وبعمل كل حاجه. بس ومن هنا بقى بدات مع نفسي، لقيت الموضوع بيمشي والدنيا تمام. راديوات اونلاين بدات اقدم واشوف اخش ازاي، اعمل تيست صوت ازاي. فاول حاجه عملتها في البدايه خالص بعد راديو فيس كان حاجه اسمها بقول لك ايه. ده كان برنامج راديو كامل ساعه كل اسبوع، وبرده كان بيطلع ترند على تويتر وعلى فيسبوك، وكان طول الوقت موجود. وبس بقى بدات ادخل في المجال. انت عارفه يا ايه، ان في ناس كتير بتفتكر ان الراديو اسهل بكتير من التلفزيون. انا اشتغلت تلفزيون وبعديها اشتغلت راديو وبعدين رجعت تاني التلفزيون، وكنت واحده من الناس اللي فاكره ان الراديو اكيد هيكون اسهل من التلفزيون بكتير. صعب جدا. واكتشفت مدى صعوبه ان انت توصلي المعلومه او توصلي الاحساس اللي انت عايزه توصليه للمستمع من غير ما يكون شايفك، ده قد ايه صعب. وده كل ده بس بالصوت طبعا. المستمع ذكي جدا طبعًا. يعني لو انا زعلانه وبحاول افيك ده بيبان، بيبقى عارف ان ده دلوقتي ده فيك، ده مش حقيقي. يعني انا في مره كنت متضايقه قوي ومعيطه قبل الهواء، مع اني انا اصلا بعرف اسيطر على الموضوع. مين زعلك بس يا ايه؟ لا، اللي زعلوني كتير قوي. بس لا، بزعلهم برضه، احنا جامدين قوي. بس فالمستمع يعني شاطر، بيعرف يميز مين بيعمل ايه، انت متضايق، مبسوط، زعلان. فالراديو لا، صعب قوي بس ممتع. يعني انا احب الراديو اكتر من التلفزيون بكتير بكتير. مع اني قدمت محتوى مرئي على برضه على الموقع اللي انا شغاله فيه، حبيته بس الصوت برضه، يعني انا احب اتكلم مع اللي سامعني كده، ناخد وندي مع بعض، الدنيا تبقى احلى بكتير. طب اخدتي اي كورسات او اي فوكاليز او اي حاجه ولا لا؟ طب برضو. يعني احنا نعتبر ان دي كانت موهبه من عند ربنا، وانت اللي كبرتي نفسك فيها واحده واحده مع نفسك. بالظبط، يعني هي كانت موهبه والكلام ده كله، ولكن مع التدريب ومع الممارسه لقيت الدنيا بتمشي. اليوتيوب بقى موجود والحاجات كلها موجوده، لو عايزه ازود حته عندي ما اعرفهاش، اشوف تمرين يوسع الصوت، يوسع طبعا. النفس، الكلام ده كله موجود. وده طبعا بيكون اونلاين. ده انا في البيت مبهدلاهم بالصوت كل شويه. ده بقى ايه، شغاله بالفوكاليز تحديدا، يعني ده مهم قوي عندنا في الفويس اوفر. بس ومن هنا بدات. طب اول فرصه جات لك للشغل فاكراها؟ طبعا، ما انا اللي قدمت، هو انا اللي عملت الفرصه. لا، حاجه بقى بعيد عن حاجتك انت. فرصه اوفيشال يعني. بصي، كل ده كان سعي، لكن الفرصه الاساسيه كان الموقع، لان هو حاجه رسميه بقى معروفه، مرخصه ومصرحه والكلام ده كله. جات لي عن طريق ان انا كنت عامله ترند
على السوشيال ميديا بالفويس اوفر. ففي جريده ما كلمتني وعملت معايا انترفيو، من الانترفيو الموقع جاب هو كانت لفه كده بس الموضوع كان لذيذ قوي، كنت انبسطت قوي ان انا خلاص بدات اتشاف، يعني خلاص هعمل حاجه جد، لان انا قبل كل ده كان بيتم استغلالي بكل الطرق الممكنه في كل الراديوات الاونلاين. بس انا كنت بوافق على ده، اللي هو انا هشتغل من غير فلوس، هتاخد افكاري، كل الكلام ده. انا كنت صغيره قوي وقتها طبعا، ما كنتش عندي الوعي الكامل، ولكن انا فهمت ان ده ليه لازمه. عرفت بقى ازاي اطلع افكار، ازاي اكتب، ازاي اصور، ازاي اعد، ازاي اعمل الهندسه الصوتيه، كل الحاجات اللي في الراديو انا جربتها، وده اداني الخبره اني اقدر اتكلم في ده. فانا حتى لما باجي اتكلم مع ناس في الفويس اوفر بقول لهم انا بتكلم بناء على خبرتي اللي انا اشتغلت بيه، ولما هتشتغل انت هتفهم اكتر مهما كان مين قال لك خدت كورسات. الخبره العمليه على ارض الواقع اهم بكتير قوي من الورقه والقلم ونكتب لا، الخبره العمليه اهم دي حقيقه. انا اول كلمه بقولها لاي حد يقول لي انا هبدا في الفويس اوفر ازاي، بقول له سجل. صح، ابدا. هو مهما الواحد فعلا حاول ان هو ياخد كورسات او ان هو على ارض الواقع الموضوع طبعاً بيختلف طبعاً. يعني وانا صغيره اول ما ابتديت كنت بشتغل مراسله قبل ما ابقى مذيعه خالص، كنت فاكره ان المراسله ما ينفعش تبربش. يا الله، لا دي صعبه. كنت بطلع اقول الخبر مره في الثانيه لقيت نفسي شكلي غريب جدا على التلفزيون، برق برق بخوف الناس. فابتديت افهم ان هو على فكره لا، الناس بتبربش عادي. انا كنت فاكره ما ينفعش اخد نفسي، فكنت خلص ورا بموت بقى بحتضر، لكن لا، في تنظيم نفس، في ازاي اقف هنا وقفات اتكلم، اركز مع المزيكا، لازم افهم مزيكا كويس قوي، يعني الفويس اوفر لازم عارف مزيكا كويس قوي عشان يبقى عارف كل مزيكا ليها اداء معين في الصوت، ليها ديليفري معين اوصله ازاي للي بيسمع. حاجات كتير بقى قوي كده داخله في بعض. صح. طيب هل ممكن اي شخص انه يقدر يعمل فويس اوفر لو اتدرب، ولا في حاجه اسمها خامه الصوت دي ما تنفعش؟ لا، مفيش خيمه ما تنفعش، ده من وجهه نظري، لان انا اشتغلت ودربت ناس واشتغلت على ناس دلوقتي بيعملوا فويس اوفر. لا، كل الخامات تنفع، ولكن توظيف الخامه هو اللي بيفرق. يعني ما ينفعش مثلا بنت صوتها هادي او ناعم اجيبها تعمل حاجه مثلا وثائقيه، حاجه اخباريه، لا انا كده بظلمها قبل ما بظلم السكريبت او الحاجه اللي بتتقدم. لازم مثلا دي ممكن استخدمها في منتجات عنايه بالبشره والشعر، حاجات للاطفال، حاجات للمراه، هتنفع قوي. فتوظيف الطبقه هو اللي مهم، لكن ما فيش صوت ما ينفعش، كل الاصوات تنفع، بس الاصوات المميزه هي اللي بيبقى ليها يعني ملمعه اكتر. بس هل ممكن صوت واحد يقدر يعمل كل الانواع؟ يعني يقدر يعمل حاجه مثلا هاديه وحاجه تانية شريره وحاجه تانية قويه ولا لا؟ ينوع يعني ما بين الالوان الصوتيه. هو ما فيش حد يقدر يعمل كله، ممكن نعمله كله بس مش هبقى متقن كله. بالظبط، كل صوت ليه مكانه. يعني مثلا في ناس وثائقي انا ما اقدرش اجيبه يعمل لي اعلان شامبو، فهماني؟ ولكن في ناس تعمل كله. انا بقى من وجهه نظري ما تحاولش تعمل كله عشان ما تحبطش. يعني مذيع الاخبار مثلا، صح، هيجي يعمل برنامج لايت هيحس انه مش هو. صح، انا خدت على الاخبار وخدت ان انا اطلع ابقى جد جدا وعارف بعمل مزبوط. ايه بتاع اللايت ده، وصعب، كل حاجه صعبه في حتتها. فبالتدريب ممكن يعمل كله، ولكن مش هيبقى متقن كله، ممكن يحبط. هو التعليق الصوتي اصلا ليه الوان؟ التعليق الصوتي مش مقتصر بس على الاعلانات او الدوبلاج او 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 او. في ناس فاكره ان التعليق الصوتي هو الدوبلاج، أو في ناس فاكرة إن الدوبلاج حاجة والتعليق الصوتي حاجة تانية. خليني أقول لك يا عزيزي إن التعليق الصوتي بينقسم لأشكال كتير قوي. تعال نقولها بسرعة. عندك الوثائقي، وعندك التقريري أو الإخباري، وكمان عندك التمثيلي أو الدوبلاج اللي هو إحنا بنسمعه في أفلام الكرتون، أو الدبلجة للهجات أو لغات تانية، وعندك التجاري، وعندك الرد الآلي. التجاري هي الإعلانات عن منتجات أو عن أماكن أو مؤسسات. الرد الآلي أو الـ IVR دي الخدمة المسجلة الصوتية اللي بتكون عن طريق الخط الساخن للتليفونات الخاصة بالشركات، المؤسسات، أياً كان. طيب آية، ليه قررت أن أنت تعملي فيديوهات تعليمية على السوشيال ميديا؟ هي مش تعليميه قوي، ولكن هي تبس سريعه. يعني حتى لما باجي، ما هي التبس دي بيتعلموا منها حاجه. بالظبط، انا مثلا مش بدي كورسات، انا بعمل ورش، ورشه يوم واحد. انا بعمل لك ايه؟ انا بديك التبس اللي تبدا بيها. يعني انا مش هفضل معاك ووراك لا اعمل ما تعملش، ده غلط جدا. انا بديك البدائيات تاخدها حضرتك بقى وتبدا تنزل على ارض الواقع نشوف الدنيا بتقول ايه في الفويس اوفر. فانا بعمل ده علشان انا في بدايتي ما كنتش اي حد يقول لي ده خالص. انا اتعلمت ده كله مع نفسي تماما، واسمع واشوف واروح اماكن واسمع من ده واسمع من دي، واخد من كل واحد اللي احس ان هو صح، او عشان في ناس بتقول كلام ملوش اي 30 لازمه. بس ف
ملخص، انا طبعا مش بقالي كتير، انا بقالي 7 أو 8 سنين بس في المجال، ولكن عديت على حاجات كتير، فقلت لا، طب ما في ناس عايزه تعرف ده ليه، في ناس معاهاش فلوس تدفع تروح كورسات بالمبالغ الخرافيه، وفي ناس كمان بتعمل كورسات وهي مش مؤهله لده لمجرد ان اسمه معروف، هو ملوش علاقه بالفويس اوفر اصلا. فقلت لا، انا لازم اعرف الناس دي تبدا ازاي، منها ابقى بساعدهم ومنها ابقى بعمل حاجه انا بحبها. انا بحب اتكلم مع الناس، انا رغاية جدا اعتقد واضح. لا خالص، انا مثاليه جدا. ربنا يخليكي والله، ميرسي. بس طيب ايه، علشان الناس نبتدي معاهم من بدري، عايزين نعرف الفرق بين الدوبلاج ومذيع الراديو والمحتوى الصوتي الفويس اوفر، اشرحي لنا كله. تمام. في ناس زي ما قلت لك في البدايه خالص، في ناس بتخلط ما بين الدوبلاج والتقليد. في ناس شايفة انه انا لما قلد شخصية ما في كرتون انا كده عملت دوبلاج، فده غلط تماما. وفي ناس تخلط برضو بين الدوبلاج والفويس اوفر، فاكرينه حاجة مختلفة عنه. الفويس اوفر قماشة كبيرة قوي تحتها الوان كتير قوي صوتية، من ضمنها لون التمثيل الاذاعي او التمثيل الصوتي او الدوبلاج. اوكي. الدوبلاج ده بيكون على الدوبلاج ده بيكون مثلا على مسلسلات، على افلام، على كرتون، على مسلسل اذاعي، بالترجمة اللي مش ترجمة قوي، تمثيل صوتي، التمثيل بتاع الشخصية، وساعات بيبقى ترجمة على المسلسلات التركي اللي كلنا عارفينها طبعًا. ولكن أنا لازم أعرف إن الشخصية دي انفعلت بالظبط، فأنا هنفعل معاه، أنا مش بتكلم وخلاص، فده اسمه تمثيل صوتي. ده صعب جدًا جدًا بس ممتع قوي طبعًا، يعني ده من أكتر الحاجات الممتعة. كأنك واحد بيمثل بجد، هو اسمه سيناريو، فعلا تمثيل صوتي، سيناريو مسمع واحد هتقول فيه كذا، الأداء يبقى كذا، لأنه كمان لازم يفهم الشخصية دي طباعها إيه بالظبط، كأنه هو اللي بيمثل، هو بيبقى فيه بروفايل فعلًا للشخصية، الشخصية دي كذا هتوصل منها كذا، عيش الحياه، خش بقى الشخصيه دي بس. فهو لون الوان التعليق الصوتي. عملتي دوبلاج قبل كده؟ عملت مسلسلات اذاعيه، عملت فيها بقى مثلا عجوزه، عملت فيها طفله. سمعيني العجوزه. طب ليه كده؟ سطرين اسمعها كده. طب ما سطرين اقول لك ايه؟ اديني حاجه من الحاجات. ممكن اقول لك الطفله دي هتبقى احلى بكتير. اوكي. برنامج ترندز مع ريهام الشيخ كل اربع الساعه 7 مساء. حلو كده؟ عايزه احضنك. حسيت ان انت طفله بجد. ممكن راجل. برنامج ترندز مع ريهام الشيخ كل اربع الساعه 7 مساء على القناه الاولى. لا فظيع. فظيع. بقى صوتي العادي بقى، يعني ده نقوله بقى في اخر الحلقه. اوكي. ده الدوبلاج. ده الدوبلاج او التعليق الصوتي، جزء منه الدوبلاج. أوكي. التعليق الصوتي بقى فيه حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني الراديو حاجه مختلفه تماما عن المعلق الصوتي. ما ينفعش المعلق الصوتي يفضل لابس عبايه التعليق الصوتي وهو مذيع راديو. أوكي. الناس هتزهق منه جدا، فيعمل لان هو يكون نمطي، لازم يكون مرن. أوكي. يطلع بره التعليق الصوتي. التعليق الصوتي انا مركز في اداء معين وطريقه معينه، يعني ما ينفعش مثلا مذيع راديو يخش يقول يا مساء الخير عليكم، معاكم النهارده ايه نصر. لا، انا ده اعلان. صح. انا كده انا بعمل اعلان. لكن مساء الخير عليكم كل اللي بيسمعونا، معاكم ايه نصر. لازم اكون واخد على الناس كده، الناس ما تحسش ان انا غريب عليهم. صح. او بعمل لهم اعلان. اصل انت تعملي اعلان، لا مش شارع، يعني فهماني. ده مور اكتر تيزر، متصنع. متصنع قوي، صوت اللي بيبقى تيزر اكتر قوي. قوي. فمذيع الراديو لازم يكون عارف يتكلم مع الناس، يكون عنده مهارات الكلام، يكون رغاي بلع راديو طبعا حرفيا. لكن انسى بقى الفويس اوفر، ينفع يبقى مذيع راديو طبعا اكيد، ولكن يفصل الفويس اوفر اللي هو المعلق الصوتي. اللي هو ايه، بيعمل ايه بقى؟ اعلان. ما احنا بنسمع اهو، بيعمل اعلانات. وقعك عشان تقولي حاجه. اوكي، اقولهم كلهم، اقول لك كل الالوان. المعلق الصوتي اخباري مثلا او وثائقي. ماشي. ده اللي بيعمل حاجات تاريخيه، وثائقيه، بوليسيه، بتبقى تقارير مثلا، قصص وهكذا. في الكوميرشال او التجاري، ده بيعمل اعلانات. كل الاعلانات اللي احنا بنسمعها اعلان لمنتج او مؤسسه او مستشفى او ايا كان. في الاي في ار، الرد الالي، اللي هو مرحبا بكم في برنامج ترندز للغة العربية، اضغط رقم 1. ده بيبقى خالي من المشاعر تماما. انا آلة حرفيا، بتكلم زي الآلة. في كمان الدوبلاج زي ما قلنا، وفي الايه تاني، ايه كتير قوي. واحنا بقى بنتكلم في التقريري، ده بنشرح حاجة او بنقول تقرير، ليلة بقى كبيرة قوي، يعني ده كتير قوي الالوان. خليني اقول لك سريعا كده ايه هي الوان واشكال التعليق الصوتي علشان تبقى عارف الفرق ما بين الدوبلاج واي حاجة تانية، عشان أنا عارفة الناس كلها بتسأل عن الدوبلاج. أول حاجة الوثائقي، حاجة الاستقصائية، المطاردة، البوليسي، التاريخي، السياسي. ده بيكون عبارة عن أسلوب فيه ساسبنس، أنت بتحكي حاجة فيها ساسبنس كده، بتشوق اللي بيسمع، وبيكون برضو مناسب للنص وللأداء المطلوب. تاني لون معانا هو اللون التقريري أو الإخباري. ده مش كله بيكون أخبار بس، ممكن يكون تقرير أنت بتقول فيه حاجة للناس، ده ما بيكونش فيه أي مشاعر، أنت بس بتسرد معلومات ولكن بطريقة لذيذة شوية عشان ما تبقاش ممل. اللون اللي بعد كده هو اللون التجاري،
اللون التجاري ده هو عبارة عن الدعاية، انت بتعمل دعاية لمنتج، لمكان، لمؤسسة، ايا كان، بتعمل دعاية لحاجة، بتعمل لها اعلان، بتبروزها. طيب انت بيتابعك ناس كثيره ايه على السوشيال ميديا، ايه اكتر الحمد سؤال لله. بتتسأليه؟ ازاي ابدا في الفويس اوفر؟ صوتك ده ولا فلتر؟ اوكي تعبت قوي السؤال يا اه جماعه، انا تعبت والله العظيم وحياه ربنا صوتي، انا في فلاتر اهو، لا خالص الناس مخبيه المايك فين؟ والله العظيم فين المايك؟ انت عامله فلتر على الصوت اكيد، ده مش صوتك الحقيقي، الصوت مش شبه الصوره. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه صوتي مش شبه الصوره؟ يعني ايه صوتي مش لاق مع وشي؟ الناس بتقول حاجات غريبه جدا والله، فتمام يعني الحمد لله. طيب ايه، انت طبعا عندك المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا، ايه النصيحه اللي انت تديها لاي حد عايز يبتدي يعمل محتوى على السوشيال ميديا هو كمان؟ اي محتوى ولا المحتوى الصوتي بس؟ محتوى ايه؟ صوتي بس ولا اي محتوى في اي المطلق؟ محتوى عامه يبدأ بجد، لان في ناس تبقى شايفه ان انا عايز معدات كتيره، عايز كاميرا واضاءه لا انت مش عايز حاجه خالص، انا بعمل كل حاجه بالموبايل على فكره. انت كنت قاعده في الدولاب بالظبط يعني، ولحد دلوقتي والله لو مش عارفه اروح الاستوديو بظبط الدنيا في الدولاب وبدخل المايك انا هسجل، والكواليتي بتطلع حلوه جدا، يا رب الكلاينتس بس ما يبقوش شايفيني بس، فالكواليتي بتطلع، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. صح، انت ظبط دنيتك، اكتب السكريبت بتاعك كويس، ولكن ما تقراش يعني، ما تمسكش السكريبت وتقعد تقراه، افهم، حط بوينتس كده سريعه، حط الموبايل اضاءه كويسه، مش لازم بقى تجيب بالسوفت بوكس والرينج لايت، لا اضاءه كويسه، الموبايل ثابت، ابدا. هتبدا مع الوقت هتلاقي ناس بتعرفك، هتتبسط، هتعرف تعمل ايه، تشتغل في اماكن، تجيب الامكانيات اللي انت عايز تبدا بيها، ولكن ما تعقدش نفسك ان انا مش هينفع ابدا غير لما عندي امكانيات خرافيه، لازم عندي استوديو واصور، لا ابدا. طيب انت كان ليكي فيديو حقق اكتر من تقريبا مليون مشاهده على السوشيال ميديا، عدى الاربعة مليون. ده الفيديو بتاع حفله التخرج. ايوه، وانت كنتي على الستيج وماسكه مايك صح؟ كنت ماسكه الميكروفون اللي هو الكبير. أيوة. ده وكنت بهزر معاهم. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل اليوم ده؟ يوم حفله التخرج ده كنت عايزه اعمل حاجه افتكرها، يعني عايزه اعمل حاجه حلوه، فوقتها قلت لهم انا هقدم انا حفله التخرج، ما تجيبوش حد يقدم الحفله، فهم انبسطوا طبعا عشان حاجه ببلاش، ولكن مش مشكله. قدمت الحفله، قبل تقديم الحفله كنت عايزه اعمل لقطه كده مع الشركه المنظمه، فهم عارفين ان انا فويس اوفر وعارفين ان انا تيك توكر على السوشيال ميديا، فقالوا لي خدي المايك عيشي حياتك وقولي اللي انت عايزه تقوليه. ما كنتش عارفه ان انا بتصور على فكره، يعني كان حد حط الكاميرا انا مش عارفه ان انا بتصور، فقلت لهم مرحبا بكم في حفل تخرجي، ويلكم تو ذا جرادويشن بارتي، بس وهزرت وبتاع، ضحكوا وخلاص، بقيت لقيتها بقى نازله على السوشيال ميديا، بقت ترند. انا خدتها نزلتها ونمت، صحيت انا والله عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اقول الكلمه دي، بس انا فعلا نمت صحيت لقيته عمال يزيد لحد ما وصل 3 مليون او 4 مليون تقريبا. طب كنت مبسوطه طبعا؟ جدا جدا، لان انا بحب الحاجات اللي بتتشهر بصوتي، الناس تبقى عارفه ان ده امكانيه صوتيه، فبالتالي يجي لي شغل برضو اتعرف اكتر، الناس تبقى فاهمه ان انا فويس اوفر مش تيك توكر عاديه، لان التيك توك اغلبه بيبقى فيه حاجات محتوى مش لذيذ او ملوش لازمه اساسا بالظبط. فانا لما دخلت التيك توك كان ماما وبابا اكدوا عليا احنا هنوافق في ده، ولكن تعملي حاجه تفيد الناس. صح. حاجه على الاقل تضحك الناس كمان، يعني تديهم حاجه حلوه، تبقي بتضيفي قيمه، مش بتخشي بقى تعملي الهزار ده. صح. مرحبا بكم في حفل تخرج كليه الاداب قسم علم الاجتماع، ويلكم تو ذا جرادويشن بارتي. طيب هل بيجي لك تعليقات سلبيه؟ هو ايه اوحش تعليق سمعتي؟ اوحش تعليق سمعته، لا في ناس تشتم، في ناس تقل ادبها، اللي هو اكيد انت مش محترمه الحجاب اللي انت لابساه ده، انت بتتكلمي كده ليه؟ انت شايفه نفسك؟ هو انت فاكره نفسك فلانه الفلانيه؟ فاكره نفسك توصلي لحاجه اصلا؟ احباط بس. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كلام كتير، انت بتقلدي فلانه، انت بتقلدي فلان. طب انت بتتعاملي ازاي مع التعليقات السلبيه دي؟ على حسب بقى التعليق، في تعليق حاسس ان بتردي؟ ممكن بتردي على كله؟ لا مش كله، بس في ناس ابقى عارفه ان ده هيعمل ترند، اوكي، فطلعهم بقى على المسرح زي ما بيقولوا كده، اهزر معاهم، فاهماني؟ فناس بتحب بقى السبايسز اللي بتحصل دي، اهزر مع الناس وكده، في ناس اصلا بتتبسط ان انا طلعتهم كده، اللي هو في ناس كاتبه عشان تظهر اصلا، انت عايز تظهر؟ طب مش هظهرك دلوقتي اهو، خليك تظهر بس. فساعات بتضايق طبعا، انا في اوقات بعيط وببقى مخنوقه، بس انا مش هبين ده للناس اكيد، او خلاص يعني حاجه عدت مش مشكله، بس ساعات ببقى عايزه شويه وهبطلي تعيطي على فكره. بس يعني احنا في ترانز من اول ما تقريبا طلعنا بالبرنامج ده اتكلمنا عن سلبيات السوشيال ميديا قبل ما نتكلم عن اي حاجه في السوشيال ميديا، ووصلنا مع يعني بعد سنين كتير قوي من كم ناس صناع محتوى قلنا في البرنامج انه الشخص ده قاعد جاي اصلا يحبطك، وماشي قاعد ورا وانت مش شايفاه، هو ما بيعملش حاجه،
هو فاضي وهو جاي يحبطك وماشي. لا لا هو فاضي ده اللي انا ادركته. كلامه ما بيبقاش حقيقي بالزبط. وما بيكونش المفروض ان هو ياثر فيكي. فيمكن علشان انت بقالك 7 سنين بس سنك لسه صغير. أكيد. فاول ما هتكبري شويه هتبتدي تقري الحاجات دي اللي هو كده خليهم ورا بعض. تمام. بقيت مؤخرا بعمل ده. كمان مؤخرا حصل هجوم كبير قوي عليا. انا درس علم نفس واجتماع فبعمل حاجه اسمها ستي توكسيك. ستي توكسيك ده مش قصدي الناس تبقى مؤذيه بالظبط. انا بتكلم مع البنات بحيل نفسيه والعيب نفسيه بسيطه. لو هي اتاذت من ولد او اتلعب بيها تقدر تقلب عليه الترابيزه ازاي وتاخد حقها ازاي. البنات فاهمه ده جدا. الولاد بيخشوا يبهدلوني. هنيجي بقى حلقه تانية تقول لنا ازاي ده. انا لا 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 ده ليه كبيره. ازاي تعرفي تاخدي حقك؟ كلنا عايزين ناخد حقنا. لا لا ده انا بحب الحاجات دي قوي. طيب انت كان عندك مشكله من قريب ان في حساب من حساباتك اتسرقوا على السوشيال ميديا وبرده كان عليه متابعين كتير. تصرفتي ازاي وعملتي ايه؟ هو ده كان اكونت على التيك توك وده كان اكتر اكونت انا بحبه لان ده اللي انا بدات منه. فانت كمان نفسيا كنت زعلانه بالظبط. هو كان داخل على 500,000 وكنت تعبانه عليه جدا. ما عملتش عليه مثلا سبونسر واحد. انا كان كله اورجانيك ريتش فكنت تعبانه فيه فعلا. اتضح لي ان انا كان في حد قاصد يعمل هاك للاكونت ويقفله. اتعمل هاك والاكونت اتسرق واتعمل كذا ريبورت فاتقفل تماما ومش هينفع يرجع. زعلت طبعا واتضايقت قوي والناس كلها طلعت وقلت لهم والكلام ده بس خلاص يعني ابتديتي تاني من الاول. من الصفر بقى يعني لسه ببدا اشوف. كنت واخده على فكره ان الـ الفيديوهات عليها 3,000,000 بقى و500,000 بتاعت دلوقتي 0 13 بس مش مشكله. بس حاجه حلوه ان انت ابتديتي تاني من الاول واللي هو الدنيا مش هتقف يعني. لا لا الحمد لله يعني. وبعدين انا اهلي بيشجعوني واصحابي والناس اللي عارفيني والفولورز اللي عندي لسه عارفيني الحمد لله. فاللي هو بيحاولوا يجوا بقى يا ايه فين. ايوه صح. انا هنا انا هنا بس فالحمد لله بحاول ابدا من جديد يعني. طب ايه انا للاسف وقت البرنامج خلص بسرعه كده. شفتي؟ والله الوقت حلو بيعدي بسرعه قوي. والله بقى انا كنت مبسوطه بيكي قوي النهارده وبجد كنت مستمتعه جدا بالانترفيو معاكي. مش حاسه ان انا بشتغل يعني قاعده مبسوطه معاكي. والله انا اكتر بجد. بس انا هخليكي انت اللي تختمي الحلقه. نختم الحلقه. اوكي ايه رايك؟ اوكي بالصوت. بالصوت يعني. بصي انت للكاميرا وانا هعمل صوت وكانهم مش واخدين بالهم منه. ما تقلديني تعملي صوتي دوبلاج. بالدوبلاج اعملها لك. قلدي ريهام. يلا اقلد ريهام. لا ما انا مش عارفه اجيب طبقه الصوت اكيد. لا ممكن اعملها لك بكذا صوت ورا بعض. ماشي حلو جدا. أوكي. حلو كده. احنا بس هنقول استنونا يوم الاربعاء الساعه 7. اوكي في برنامج ترانز. برنامج ترانز. اوكي. او ودلوقتي طبعا انتهت حلقتنا وخلصت حلقتنا. ماشي يلا. دلوقتي انتهت حلقتنا. استنونا يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 7 مساء مع ريهام الشيخ. ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ برافو والله. ده كله في جمله واحده. في السريع كده. يعني انا كده خلاص مفيش حاجه اقدر انهي بيها الحلقه احلى من الكلام اللي ايه قالته. وان شاء الله نشوفكم يوم الاربعاء في نفس الميعاد. باي باي.